الخير، اهلا بيكم. حلقه جديده من جمالك. النهارده هكون معاكم انا وايناس ودالا، وفي الفقره دي هكون معاكم انا وايناس. ازيك يا ايناس؟ تمام الحمد لله. كويسه الوانك جميله النهارده، كلنا لابسين الوان الصيف النهارده. يعني الحقيقه الصيف دايما بيجي الألوان وبيحب الالوان، وعشان احنا دايما بنهتم بجمال فجمالك دايما عندنا. ما تنسوش كل يوم من السبت للثلاث من 6 ل 7 بنبقى معاكم. عايزه اقول لكم ان يعني هنبتدي اول فقره وهنتكلم فيها عن مشكله بتقابل مش بس الستات لكن الستات والرجال. مشكله بقت على مر زمان اتغيرت، الاول كان بقى شكل، بعد كده الموضوع اتطور وبقى شكل تاني، اللي هي ايه؟ اللي هي التجاعيد. زمان ما كانش بيبقى عندنا تجاعيد، معرفش الناس كانت بتاكل ايه او كانت عايشه ايه، مش عارفه، لكن هنعرف مش كده؟ الاكل والشمس، الاكل والشمس والتلوث، واكيد حاجات كتيره قوي. طيب خلونا نرحب بضيفتنا النهارده دكتوره ميرا سميح، اخصائي الجلديه والليزر بعيادات اورا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا رانيا. مساء الجمال والالوان الجميله. عليك يا ايناس. مساء النور، منورانا النهارده. ميرسي خالص. قبل ما اسالك اول سؤال، تعالي بس نشوف الصفحه بتاعت اورا جمالك من دهب، نشوف الصفحه واي عروض عايزين تعرفوها. النمر بتاعت الكول سنتر موجوده قدامكم على الشاشه، تقدروا تتكلموا وتعرفوا العروض اللي موجودة من عيادات أورا. عيادات أورا الحقيقة بتقدم كل الخدمات اللي تسعد بيها أي عروسة وأي عريس وأي حما وأي ست وأي بنوتة، أي بنت. وحتى يمكن الستات برضو ما بقتش تهتم مؤخرا، هتلاقي كل الرجالة دلوقتي ابتدت تهتم بشكلها، بجسمها، بتروح الجيم، بتعمل كل حاجة ممكن أصلا دلوقتي بنعملها. هتلاقي بيعملوا ماسكات. فكري إيه؟ شوفي الست في شباب كتيرة بتحط ماسكات دلوقتي. أيوة، الست المفروض تشجع جوزها ان هو يهتم بنفسه. الاثنين صح. الاتنين. برافو عليك، برافو عليك. يهتموا بنفسهم واثنين يشجعوا بعض، ما نبقاش كده حساسين لو لقينا الست بتعمل اكتر من الراجل فهو يغير منها. لا، لازم احنا الاثنين نهتم بشكلنا وبجسمنا. وطبعا صح، حوار التجاعيد ده مهم جدا ان احنا نعرف نحلها ازاي، وطبعا مع دكتوره اميره النهارده. طب نبتدي اول سؤال. اول سؤال يا دكتور هسألهولك، وكل الناس دلوقتي اللي قاعدة بتتفرج علينا عايزة تسألك السؤال ده، بيقول ليه زمان كانت الستات والرجالة ما كانش عندهم تجاعيد أو كانت بتظهر متأخر شوية، لكن دلوقتي الموضوع اختلف وبقينا نلاقي شباب حتى في سن العشرين بتلاقي إن يعني باين عندهم التجاعيد، حتى لو فاين رينكلز بس هي برضو موجودة. بالظبط، انا عايزه اقول لك انا اول واحده من الناس دي، يعني انا بدات عندي التجاعيد اللي في الجبهه تبان في مرحله بدري جدا، لان هي ليها عوامل كتيره جدا. يمكن العامل الاول العامل الوراثي بيبقى فيه شويه، حتى فيه كتير قوي بتيجي مثلا البنت معاها مامتها هي اللي جايه تعمل مثلا، اقول لها خلي بالك لان انت البنت بدا يبان عندها، البنت ابتدت يبان عندها بالزبط. في الوراثه. تاني حاجه الاماكن يمكن اللي بتبان فيها اكتر هي الاماكن اللي انا بستخدم فيها العضلات بشكل اكتر، فنتيجه للستريس اللي احنا عايشين فيه الفتره دي والضغوط طبيعه الحياه، ان الستات بقت تنزل كتير جدا تشتغل مش زي زمان، تنزل في الشمس، بتتعرض للضغوط الكتيره دي، فبدانا ان احنا نلاقي ان التجاعيد بدات تبان في سن بدري. يمكن زمان كان عندهم ميزه ان الدنيا كانت هاديه، الحياه كانت ابسط، الستات ما كانش في تليفونات، فما كنتيش بتسمعي ازعاج، فما فيش تليفون بيجي لك بمشاكل، فما بتعرفيش غير لما الحاجه دي. بس اقول لك زمان كان في عيب بقى، ان انت هتبص تلاقي مثلا مجرد ان هما بيدخلوا في مرحله الأربعين او الخمسين وحصل شويه تهدل في الوش، ما كانش ليها علاجات بالطريقه المنتشره دلوقتي. بدليل دلوقتي ابتدينا نلاقي كتير جدا من الناس، حتى احنا عارفينه بالظبط من سن الأربعين او الخمسين، لا تشوفيها تحسي ان هي اصغر. فيمكن كل فتره التطور اللي بيحصل ده بيخلي الموضوع اسهل. زمان ما كانش حد بيلجا للتجميل غير فئه معينه. دلوقتي احنا كلنا ممكن بمنتهى السهوله نبدا نروح للتم بنفسنا. احنا بدايتها الصوره دي younger skin و aging skin. بالظبط، هو ايه الفرق ما بين الصورتين؟ عندي فرقين مهمين جدا. الصوره الاولانيه بتاعت الجلد الاصغر، انا عندي الجلد من فوق مشدود تماما، الطبقه اللي في النص بتاعت الكولاجين والالاستين موجوده بوفره وكتيره جدا. الصوره الثانيه بدا ان الجلد من فوق يحصل له تجاعيد، يحصل له التجاعيد بقى بدات تبان عليه نتيجه ان الطبقه اللي بتحميه في النص المسؤوله عنها بدات تتكسر. الكولاجين والالاستين بروتينات موجوده في الجسم، موجوده في شكل متماسك سلسله، مجرد ما بيبتدي يحصل عمليه الايجنج بروسيس، ان بتدي التقدم في العمر فبتبتدي تضعف، فبالتالي الجلد معاها بقى كل بالظبط. علشان كده كل الكلام والتوعيه اللي احنا بنتكلم فيها، ان حتى ابسط الامور جلسات النضاره، حقن الكولاجين، الكريمز حتى اللي فيه كولاجين وكافيار، كل الحاجات دي كل ما بدات فيها بدري ده بيأخر ظهور التجاعيد. يعني الطبقه دي مهمه جدا. ممكن حتى معانا فيديو
برضو بيشرح مع تقدم السن بيحصل فيه ايه، فبرضو عايزين نعرف كل مادة لما بنكبر في السن. وطبعا زي ما قالت رانيا في الاول، العوامل اللي كنا زمان مفتقدينها طبعا، يعني زمان مفتقدين اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو التلوث، وبرضو العادات بتاعتنا الغلط، الاكل ممكن يكون بالزبط. ده سبب الفيديو ده. طبعا عايزين نعرف برضو اشرحي لنا لما يبقى معانا نعرف ايه بقى اللي بيحصل لنا على مر السنين. هو احنا عندنا نقطتين مهمين جدا بيميزوا السن الصغير من الكبير. اول حاجة السن الصغير هتلاقيه معظمه هيبقى الفي شيب، او حتى لو الشكل مثلا الوش اللي هو المدور مثلا، بس الجلد مشدود على فوق، يعني انا عندي هرم الراس بتاعه لتحت. مع الوقت بيبتدي بالعكس يبقى الوش مربع، يعني ابتدى ايه اللي يحصل؟ اول حاجه ابتدى يحصل عوامل الجاذبيه والستريس والعضلات نفسها بدات تضعف، فبيبتدي يحصل تهدل في الوش كله، فبيبتدي الوش يبان، يبتدي الكورتين اللي يبانوا جنب الدقن يدوني احساس ان الوش مربع. تاني حاجه الجلد زمان يعني او في المرحله الصغيره بيبقى مشدود وفيه اللمعه الطبيعيه بتاعته. كل ما هكبر بيبقى الجلد عامل زي الارض المتشققه، فبيبتدي التجاعيد تبان فيه بسهوله. غير طبعا في تجاعيد بقى بتبدا تبان حوالين مثلا منطقه زي العين، الجبهه، النيزوليبيال فولز. الناس اللي بتعمل مثلا دايت بطريقه مش صح وتخس في فتره قصيره وزن كتير بيبتدي وشها يقع فجاه. اهم علامه ما بين ده وده ان انا ارجع تاني، ان الجلد يرجع تاني للشكل بتاعه، الوش يرجع للشكل الفي شيب، وده بنقدر نرجعه دلوقتي بطرق كتيره جدا وبسهوله جدا. طب هي ايه اول المناطق اللي بتبان فيها التجاعيد؟ يعني مثلا احنا يعني ناس بنشوف كل الناس اللي هم يعني الشباب كلهم ماسكين الموبايلز وال أيوة. وعاملين كده، تلاقي دي عملت حاجات كتيره قوي في وشنا، ابتدينا على طول وشنا تحت تلاقي كل التجاعيد بانت بدري. بالظبط. فاحنا ايه اول مناطق اللي بتبان؟ هل مثلا اللي هي ال 111 ولا تحت العينين؟ ايه اللي بيبان اول حاجه؟ بصي، هي التجاعيد بتبان نتيجه ان انا عندي في نوعين من التجاعيد. نوع بيبان طبيعي وانا مثلا برفع حواجبي وانا بكشر وانا بضحك، ده النوع اللي هو بنسميه ان هو دايناميك، يعني بيظهر مع الحركه. ده طبيعي موجود عند الناس كلها، بس بيبقى بيختلف، في ناس قويه جدا عندهم حركات العضلات دي وفي ناس اضعف شويه. في التجاعيد الثابته اللي هو انا ما بعملش اي حركه وابتدى ان انا الاقي فاين رينكلز خفيفه سواء في الجبهه من هنا ال 111 حوالين العين. فعشان كده اكتر مناطق بتبتدي تبان فيها هي المناطق المتحركه، يعني المناطق التعبيريه اكتر. بالظبط، يعني زي هنا احنا على طول دلوقتي على طول التركيز في الموبايل، فانا على طول مكشره عامله ال 111. بنزل في شمس في فترات طويله، حتى طبيعه الشغل بتختلف. يعني انا بتجيلي ساعات كتير جدا بنات اول ما بشوف بقول لها مثلا انت شغاله في مكان دايما تبقي واقفه في شمس، لان ال 111 عندهم رغم السن الصغير موجوده بشكل باين جدا حوالين العين، والتجاعيد اللي حوالين الفم اللي هم الناس المدخنين بتعرفي على طول انها مدخنه. بالظبط كده. ايوه، وبتبقى هنا كمان حوالين الخطوط كده الشيشه والدخين، يعني ويبتدي ان المنطقه هنا يبتدي ان الماريونيت لاين، يعني اللي هم تقول لي ان كل ما حد يشوفني يقول لي انت زعلانه ليه، عندها السيرفيس. كل المناطق اللي بتتحرك كتير، النيزوليبيال فولس لان برضو دي من المناطق المتحركه، فدي بيبان فيها التجاعيد بدري جدا. تفتكري يعني انا ابتدى عندي التجاعيد تبان؟ حد قال لي الاسبوع اللي فات وانا قاعده انت مكشره ليه؟ فعايزه اقول له انا مش مكشره ولا حاجه. يعني انت عارفه ساعات من الاسترس هتلاقي لوحدك على طول عامله كده، بس انت مش متضايقه ولا حاجه، مش عارفه اعمل على طول عامله كده. فهتلاقي ده دايما مع الوقت هتحسي ان فعلا الناس بقت شايفك على طول مكشره. طب نعالج بقى امتى؟ يعني امتى بقى نقول لا هنا ستوب؟ لان في بنات كتيره جدا بتقول لا انا لسه صغيره، لا انا مش دلوقتي خالص، لما ابتدي اعمل لما اوصل لسن ال 30 مثلا ابتدي بقى اعمل لنفسي كل حاجه انا محتاجاها. وقول لنا برضو امتى السن، يعني مش ضروري طبعا اكيد السن زي ما احنا قلنا، بس نعالجها ازاي وامتى فعلا ان البنت دي لازم تعمل او تحل المشكله؟ بصي، هو دلوقتي انا الفتره اللي احنا فيها دلوقتي حصل تطور كبير جدا، فحتى الماتيريال اللي انا بستخدمها ما فيش منها قلق، لان الجديد دلوقتي ان بنحاول ان احنا نوصل ان الحاجات اللي بنستخدمها سواء بروتينز في الفيلرز مثلا، سواء خيوط، سواء بوتوكس، كلها حاجات ما بتضرش باي مشكله، فما فيش مشكله كل ما هنبتدي بدري. بالعكس، انا عايزه اقول احنا كل ما بنبدا حاجه زي البوتوكس مثلا، جلسه واحده بتتم جوه العياده بتخفي لي تجاعيد الجبهه تماما زي ما قلت في الاول، يعني انا حقناه لان بدا عندي الفاين رينكلز الخفيفه بالظبط. فكل ما بحقن لو بدات الموضوع بدري، بدل ما الاول كانت التجاعيد بتبان وانا بتحرك، بدات تبان من غير اي حركه خالص، كل ما هلحق الموضوع بدري هقلل ان يظهر تجاعيد.
يمكن تاني حاجه كمان ان انا يعني هنا الصوره باينه جدا. بالظبط احنا هنا في الصورتين يعني الصوره اللي فوق احنا استنينا شويه فهي مش رافعه حواجبها، مش عاملين اي رياكشن بالفور هيد خالص. بس في التجاعيد باينه جدا. جلسه واحده بس من البوتوكس تتم جوه العياده في 5 دقائق نبتدي نلاقي الشكل بيصغر تماما، يعني حتى الشكل بيخلي العمر بيصغر. بس انت ده يعني هنا ده بيفور وافتر، ده بعد قد ايه؟ البوتوكس هي جلسه واحده بنشوف النتيجه بتاعته خلال من اسبوع ل 10 ايام، عشان كده بناكد ان الريتاتش بيبقى معايا خلال من اسبوع ل 10 ايام. انا بحقن في نقط معينه هنا برضو للتجاعيد اللي حوالين العين. هنا هي بتضحك في الصورتين مبتسمه، يعني البوتوكس مش بيلغي خالص التعبيرات بتاعت الوش، انا ببتسم وبعمل كل الرياكشنات بس من غير ما اسيب. يمكن هي الناس واخده الفكره دي عن زمان، لما تلاقي الناس فاكره يعني ما كان الناس الممثلات القدام بيجوا يشدوا وشهم مهما يضحكوا معروفين جدا، علشان كده احنا نعرف على طول انها كانت عامله جراحه. لكن دلوقتي الاتجاه كله ان انا استخدم حاجات طبيعيه. تاني حاجه انا ممكن اعمل مثلا جلسات ابسط حاجه خالص ان انا ابتدي احقن الكولاجين والكافيور، الحاجات اللي بتعوض الطبقه اللي مسؤوله عن شد الجلد. انا لو عملت من سن ال 20 مثلا بدات اواظب ان انا احقن مثلا كل 6 شهور اعمل جلسه مثلا زي بي ار بي او احقن معاها كولاجين، كل الحاجات دي بتاخر ظهور التجاعيد. ممكن استخدم جهاز زي الفراكشنال ليزر لو في مشكله فعلا. بالظبط بيبتدي يعالج التجاعيد الخفيفه اللي حوالين العين. لو ده ليها سن معين ولا لا؟ في اي عمر، في لان الحاجات دي كلها ما فيش منها اي اضرار خالص. بعمل وكل غالبا معظم الحاجات دي بتبان من جلسه واحده، يعني كل الحاجات دي انا بحتاج جلسه واحده. طبعا لو اتاخرت شويه جيت في مرحله التجاعيد عميقه قوي ساعتها ممكن احتاج مثلا البوتوكس واتدخل معاه بحاجه تانية زي الهايفو زي الخيوط. فعشان كده بنقول كل ما كان العمر بدري شويه الحل بقى اسرع بقى احسن، ونأخر التجاعيد بقى والمشاكل التانية دي. صح. طب ندخل بقى في المرحله يا اياس اللي هي الناس خلاص نسيت نفسها ودخلنا في الاربعين والخمسين. مشكله الاربعين والخمسين دايما بيحصل ان يعني بيحصل بقى ايه الستات كمان اكتر، عشان طبعا الهرمون لا كمان تغيرات هرمونيه بيحصل، ان في انتفاخات بتحصل تحت العين او يحصل تهدل في الجفون اللي هي بتبقى فوق. فتلاقي ساعات عارفه ايه ناس برضو ناس ما بتقدرش تشوف، يعني تيجي كده تلاقي الجفن نازل مغطي على عينها خالص. انت عارفه انا في حد جه مره حاله جت بتقولي انا علشان ابص لازم ارفع بايديا اشد من فوق علشان ارفع الجفن عشان اعرف اشوف. هنا بقى بتتدخلي بتعالجي اللي فوق الاول ولا اللي تحت الاول ولا الاثنين مع بعض، ولا لو ده حصل بتستخدمي اكتر من تكنيك؟ يعني اشرحي كده لكل الستات اللي قاعده دلوقتي بتتفرج علينا ورجاله كمان، لان في كتير ناس بتعاني من الانتفاخات دي رجاله برضو. طيب هو انا مشاكل العين عندي كتيره جدا، ابتداء من تصبغات حوالين العين، التجاعيد اللي حوالين العين، تهدل الجفن العلوي، تهدل في الجفن السفلي او الانتفاخات، كل حاجه ليها طريقه علاج مختلفه. مثلا التهدل بتاع الجفن العلوي بدا يحصل طبقه، ابتدى ان انا وانا حتى مفتحه عينيا مش باين حاجه خالص من الجفن كله متغطي والاي براو نفسه الحاجب واقع تماما. دي بتبقى مشكله نتيجه ان انا يا اما شويه تقدم في العمر، يا اما ان انا بضعف، انا محتاجه البس مثلا نظاره وبستخدم ما بلبسش وبقرا كتير او بشتغل كتير فبيحصل شويه تهدل. دي مشكله التصبغات اللي حوالين العين، دي مش مرتبطه بسن، يعني دي هنا السن صغير جدا بس حصل غمقان جامد حوالين العين نتيجة بقى. ودي حالة تانية هنا برضو باينة قوي التجاعيد. هنا حليناها بحل بسيط جدا وهو جيت بلازما. جهاز الجيت بلازما جهاز مخصص لمنطقة حوالين العين، ده هو ده حاجة موجودة جوه العيادة. جهاز هو بيبقى قلم معاه بيشتغل بالليزر، ابتدي اشتغل بيه في الجفن العلوي، يبتدي يعمل لي قشرة خفيفة خالص بتقع معايا خلال من 4 لـ5 أيام، بشوف بعديها النتيجة دي الجفن مشدود تماما من غير جراحة ومن غير ما أتحب ما أقعد فترة في البيت ومن غير أي مشاكل بتحصل بعديها ولا حقن ولا أي حاجة، من غير حاجة خالص. جهاز الجد لازم جهاز هايل جدا، نتائجه كلها بشوفها في فترات قصيرة. دي مشكلة تانية وهي الانتفاخات اللي تحت العين، هنا بقدر عليها. دي انتفاخات ولا الجفون اللي تحت سوري دي داخلة لجوه عاملة اللي هي القناة اسمها ايه القناه الدمعيه تير تروف؟ ممكن لا بس التير تروف ما بيبقى غالبا تجويف يعني. لكن دي بتبقى صوره انتفاخات، دي بتتحل بحل بسيط جدا وبنحقن فيلر في الخط اللي داخل ده، وفيلر مخصص للعين فبيساوي بقى الانتفاخ مع المنطقه المحقنه كلها. فبشوف النتيجه هايله فعلا، هايله يا دكتور بجد. هنا حل هي وميزه الفيلر انا بشوف النتيجه وقتها،
يعني انا بعمل الجلسه وبشوف النتيجه في وقت ايميديتلي لان الفيلر ماده مالئه. الفيلر بقى الناس بتبقى خايفه منه لان بتقول في ناس كتير سمعتها تيجي تقول لي طب انا خايفه المشكل يرجع تاني أسوأ. هو الفيلر عباره عن البروتين الهيالورونيك اسيد، ده بروتين موجود في الجسم طبيعي بيبتدي ان انا احقنه، بس هو بيبقى معمول معالج بشكل معين بيبقى في شكل اللي ماده متماسكه فبيملى المنطقه دي، بيبتدي بالتدريج منطقه زي تحت العين الفيلر بيقعد فيها فتره مثلا من سنه ونص لسنتين هيبتدي يقل هرجع تاني الشكل اللي انا كنت عليه، لكن بالعكس كمان بيبتدي يحسن اللون الهالات اللي تحت العين ببتدي الاقي الشكل بالظبط. لكن ما بيعملش زرقان يعني مطرح الحقن مثلا، في ناس بتبقى جلدها حساس في طبعا ممكن يعمل شويه زرقان، مش زرقان ممكن كدمه زي اي حقنه انا باخدها. في ناس بيبقى احيانا عشان كده احنا بنحاول على قد ما بنقدر طبعا بنتجنب تماما ان انا مثلا ان يبقى في اي شعيرات دمويه، بفرد الجلد بطريقه معينه علشان ابقى شايفه الشكل كله، بحقن بكانيولا علشان اقلل المشكله دي، يعني مش بحقن بالسن العادي، كانيولا حاجه مصمطه علشان ابقى ضامنه تماما ان انا ما اعملش اي كدمات. فكل ازاي يعني بتركبي كانيولا هنا وبعدين لا مش الكانيولا دي، كانيولا يعني هي بتبقى زي السن بس مصمت مش بيعور زي السن العادي، ببتدي ادخل من نقطة واحدة بس وحركها، مش بدخل في نقطة 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 فكده انا دخلت من نقطة واحدة بس فتجنبت حدوث كدمات. أيوة هي أيوة. حاجة مصمطة مش بتعور الانسجة من جوه فبقدر اوصل المادة. بقولك دلوقتي الدنيا اتطورت جدا حتى طرق الحقن نفسها اختلفت تماما، تجسفي بعينيكي وتروحي تحت العين كمان منطقة حساسة جدا. بس انا لما اشوف الصور البيفور اند افتر بحس ان انا لا هتديني جرأة شوية ان انا اغير حياتي. الموضوع بقى اسهل لان كمان احنا بنقول هتعملي وتخرجي تاني يوم، مش هتقعدي في البيت، مش هتعطلي شغلك، مش هتعطلي حياتك بالظبط. طب انا على الاقل يمكن بشوف بنات كتيرة جدا بتبعت لنا بتقول لنا انه جوزي طلقني او عارف حد عليا عشان شكلي ومش عارف ايه وعشان كبرت في السن واعمل ايه. طب انا محتاج طبعا غير المسابقات اللي احنا بنعملها بيقعدوا يبعتوا المشاكل اللي احنا بنشوفها، يمكن ده بيخلي يحفز البنت انها تبتدي تاخد قرار وتعمل ده. فما تخافش، بس يعني لو هنبتدي نتكلم مثلا عن مناطق الوش لما بتبتدي تكبر زي ما قالت برضو رانيا الاربعينات والخمسينات، الستات دي نسيت نفسها خالص، يعني الناس دي خلاص كده بقت عندها حالة لا مبالاة ان هي مش عايزة خلاص بقى راحت عليا والكلام ده كله. ايه بقى المناطق برضو اللي عندها زي ما انت قلتي قبل كده الخدود والرقبة دي من اهم المناطق اللي بتبان فيها برضو السن، تبتدي تعمل ايه عشان برضو نشجعهم شوية؟ بصي انا عايز اقولك ان الموضوع دلوقتي بقى مختلف جدا لان انا بشوف ناس كتيره جدا ستات بيوت عاديين خالص مجرد ما ابتدوا ان هم ناخد ثقه ان انا رايحه في مكان هلاقي فيه كل حاجه الماتيريال بتاعته، انا بشتغل بالحاجه بالظبط، انا بشتغل بالماتيريال المظبوطه، انا رايحه في مكان فيه كل الاجهزه هقدر الاقي بديل. انا مش في كتير جدا يقول لا طب انا مش هقدر اعمل حاجه تبان لان انا عندي مثلا ايفنت بكره خلاص احنا ممكن نبدلها بالجهاز كذا، لا انا مثلا معايا وقت انا الوقت ده. فعشان كده اهم حاجه ان انا اختار صح انا هبدا بايه والحاله ايه هي، يعني افهمها دايما اقول اهم حاجه ان انا افهم هي محتاجه ايه. صح. عندي مشكله زي الرقبه مثلا بيبتدي يحصل فيها شويه تهدل، سواء بقى ان انا فقدان وزن، سواء ان هو مع الوقت شويه ابتدى يحصل شويه كرمشه، عندي ابتدى يحصل من الوش نفسه تهدل فبدا يديني احساس ان الرقبه هي اللي بدا يبان فيها منطقه من منطقه الرقبه دي، ببدا احلها مثلا بجلسه بسيطه خالص زي جلسه الخيوط. طيب انا لا ما وصلتش لمرحله التهدل الجامد، انا عندي اللي هي الخطوط التعبيريه النيزوليبيال عندي اللي هما الخطين دول، ابتدي احقنها موضعي بالفيلر. فعندي بديل لكل حاجه بقدر ان انا اوصل للنتيجه بشكل اسرع مرضيه. يعني هنا انا عندي ان مشكلتها الاساسيه هنا في منطقه كمان اللغط. في ستات كتير بيجوا عندهم مشكله اللغط وده مش مرتبط بسن معين، يعني ده بنلاقيه برضو في السن الصغير. بالظبط، يعني هنا فعلا اللغط حل مشكله اللغط وحل مشكله الخد ان في تهدل وكده. فشوفي الفرق يا رانيا بين الاثنين رهيب، يعني صغرت وكمان حصل شويه من الكونتور يعني نوع من انواع ال يعني بوظ شكلها خالص. الله الله. دي بقى الحاله اللي احنا كنا بنتكلم عليها، لو انا عندي مشكله في
عندي كذا مشكله. انا عندي ان بدا يحصل تهدل شويه، فابتدى يبان النيزو ليبيال فولز، الخطين اللي هم خطين الابتسامه، وابتدى يحصل كمان جنب الفم التهدل بتاع المارينيت لاين، ان انا ابتدى يبقى في يعني لو شفنا الصوره من الجنب هنا في طبقه. لا صغرت دي صوره من الجنب والصوره من الوش والصوره بعد. الصوره هنا بعد. انت لازم تعمل لك تمثال على فكره، يعني لو انا وخارجه بالمنظر ده لازم يعني ابوسك. الموضوع بسيط جدا، ما الفكره ان انا اختار زي ما بقول لك ان انا اشوف انا محتاجه ايه. هنا السن صغير شويه فما كناش محتاجين للخيوط لان هي ما عندهاش تهدل جامد، فهنا بدانا نشتغل بالهايفو. بقها الشفايف بتاعتها رفعت واخدت شكل تاني غير الشكل الاولاني، هنا فقدنا وزن فبدا يحصل تهدل في الوش كله. فالجلسه بجهاز الهايفو ابتدى يشد لي الوش كله يرجعه تاني للشكل الطبيعي بتاعه. صح. لكن جهاز الفراكشنال ليزر لا ده ايه ده؟ دي حاله ثالثه، يمكن العمر متقدم اكتر شويه، بس برضو بنوصل لنتائج يعني بنصغر يعني على الاقل 15 سنه. لا ده مش 15 ده 20 ده 20. احنا هنا شدينا تلاقي الجلد نفسه بعد ما كان حاولتي تركعيه في شويه لكن ما رجعش في للاخر. عشان كده بنقول كل ما ابتدينا الموضوع بدري شويه النتائج بتبقى مرضيه جدا ومذهله جدا. طيب هرجع تاني لجهاز الفراكشنال ليزر، لان هو مش بس بيعالج او يعني بيعالج الفاين رينكلز، لكن له اكتر من علاج. احنا معانا فيديو بيتكلم على الجهاز ده. الفراكشنال سي او 2 ليزر هايل جدا، هو ليه كذا استخدام على حسب انا هظبط يعني انا عايزاه على انهي. هو جهاز ليزر فبقدر استخدمه بالشكل اللي انا محتاجاه. هنا انا عندي التجاعيد اللي من فوق دي، بدات ان انا اشتغل بجهاز الفراكشنال، بيطلع موجات ليزر بيبتدي يحفز طبقات الجلد كلها، يبتدي الجلد شايفه رجع تاني بعد ما يملى اول جديد. عايز اقول لك ساعات كمان بنعمل تركيبه هايله جدا، ان انا ممكن بعد جلسه الفراكشنال دي احط حاجه زي البلازما البي ار بي، فانا كده انا كده وصلت يعني حسنت المنطقه بشكل كبير جدا. ممكن احط معاها جلسه زي خلايا جذعيه زي عوامل النمو كتير، يعني ده بتحقنيها يعني في الجلد نفسه. لا هو الفراكشنال فتح في المسام فبقدر بعديها بالظبط اقدر بعديها احط الماتيريال اللي عندي، بتوصل بشكل افضل بكتير من ان انا احقنها كمان. احسن بكتير والنتيجه بتبان على طول. الفراكشنال بنشوف نتيجته خلال من 5 ايام لاسبوع. ده غير بقى المشاكل التانية اللي هي الندبات اثر حب الشباب والجروح التصبغات اي حاجه نمش كلف بالظبط. ده دي طبعا الصوره دي كمان فرق هنا كبير. دي التجاعيد خفيفه خالص، فهنا ممكن بنحلها في نفس الجلسه بالفيلر. ببتدي احقن فيلر موضعي مكان خطي الابتسامه، بتبقى داخله يعني هي وهي داخله بنوري بصورها دايما قبل من قبل علشان وبعد عشان تعرف طبعا بالظبط هي الفرق. يعني بتبان في وقتها دي جمالها. انت يعني هنا يعني حل بسيط جدا. هنا برضو بس هنا السن صغير، بس كان فقدنا وزن في فترة قصيرة فحصل تهدل جامد. بستخدم هنا الخيوط بس يمكن بستخدمها بتقنية تانية بالظبط علشان ارسم شوية، ودينا فيلر في الشفايف كده حاسة ان في انا عمالة ابص الشفايف مورده كده بالظبط. طب خلينا نتكلم برضو عن الخيوط والهايفو. امتى بقى الحالات ان نقدر نقول هنا لا لازم خيوط؟ البوتوكس والفيلر برضو بيعملوا المشاكل بتاعة التجاعيد، لكن في اكيد حالات هنحتاج الهايفو، لان في ناس كتيره زي ما احنا دايما بنقول بتخاف من حاجه اسمها حقنه بالظبط. فالهايفو ده الحل الامثل فعلا ان احنا نستخدم الهايفو في حالات اللغدة او اي مثلا تجاعيد تانية. امتى بقى ايه الحالات اللي نقدر نقول هنا ممكن الهايفو لو انت بتخافي من الحق؟ بصي هو الهايفو فيه ميزه ان هو معاه القطعه بتاعته، يعني هو الجهاز عباره عن ايه، هو هاي انتنسيتي فوكس الترا ساوند، بتشتغل بتقنيه الالترا ساوند السونار مش الليزر. فمعايا قطعه بتبتدي بتوصل للخلايا الدهنيه، يمكن دي بقى حاجه مش موجوده في اي حاجه من الحاجات اللي فاتت. فده ميزته ان انا بقدر استخدمه في منطقه اللغد، الناس اللي عندها لغد الناس اللي وشها نفسه بيبقى مليان وتقيل فحتى الخيوط مش هتبقى مناسبه معاها. ببتدي استخدم الهايفو بيبتدي يفتت الخلايا الدهنيه، وابتدي اشتغل بعد كده ان انا على طبق هو ثلاثة عمق، يعني عمق بيوصل ل 6 مللي ودي طبقه الخلايا الدهنيه، عمق 3 مللي وده بيوصل للطبقه بتاعه البروتينات بتاعه الوش كلها، 1.5 دي الطبقه الخارجيه خالص بتاعه الفاين رينكلز الخفيفه.
على حسب، في حاله بتيجي هي مشكلتها انه شماليين فهشتغل اكتر باللي بيفتت لي الدهون، حاله تانية لا انا عندي الجلد هو اللي متهدل هشتغل على الطبقه اللي هي بتاعه البروتينات وطبقه الفاين رينكلز. الهايفا بشتغل بيه بنزل تاني يوم ما فيش اي حاجه خالص، ما فيش كدمات، ما فيش اي، لان هو جهاز سونار عادي جدا. اصلا الجلسه نفسها يعني انا مجرباها شخصيا ما حسيتش باي فرق ولا بالزبط. اي وجع بالظبط. لكن الخيوط يمكن بشوف نتيجتها وقت الجلسه مع الناس اللي حصل لها تهدل شديد شويه، يعني بيبقى مراحل متقدمه شويه. دكتور اميره سميح اخصائي الجلديه والليزر بعدات اورا، بشكرك جدا. انا اللي بشكركم جدا على وجودك معنا النهارده. ميرسي ليكي وكل المعلومات اللي انت قدمتيها لنا. ما تنسوش النمر الكول سنتر موجوده عندهم خصومات، استغلوا الخصومات اللي موجوده في عيادات اورا.